كان بزاف ديال القراءات ديال المهندسين وغير المهندسين، ولكاش بغينا نديرو بهاد دي كلاس بريباراتوار. دي كلاس بريباراتوار سون ديفوني ان فاردو بور ليتوديون. ديجا جو ميكسكوز مي بور ايتوليزي ليتوديون، لان كاع تو لي دوكيومون اوفيسيال ديال الوزاره كيهضروا على ليليف. On est encore élève quand on est au prépa, tandis qu'on est étudiant quand on est à la faculté. Donc, c'est ce que la perception de l'État, le produit, c'est-à-dire. Tu veux dire on le charge avec beaucoup d'acquis théoriques, les conditions de pression, il doit exceller sur plusieurs choses, sur plusieurs matières, mais en réalité, après, غادي يخدم بوحده ولا بجوج من داك الشيء اللي خدام به، وما عندنا ما صلح لنا ديك الانتغرال اللي قريناها شحال هادي، ما عندنا ما صلح لنا داك سيونس د لانجينيور، ما عندنا ما صلح لنا هادي هادي هادي. دونك اون في بلوس دو ستريس اي دو بريسيون سور ليتوديون في لي كلاس بريباراتوار. اون لوي في بيردر 2 ans من ليكسبونسيون سوسيال ديالو، تنبقاو سادين عليه لان خصو يجي هو الاول. جو مو رابيل ا ليبوك الاخوه اللي ما خبروا شيء من الجيل الجديد اللي تيتابعونا، داكشي علاش ناكد، لان كاين معنا اوسي دي باشوليه كي فيغ فير لي شوا دي كلاس بريباراتوار او اوتر اي اي تاع متابعينا. ديك الساعه كان عندنا اللي سقط في السوب ماشي لازم ماشي مزيان، كلاس سوب كان سيتي ان كوتا، تيقول لك غير دوزون هذا القسم 10. دونك الا كنتي انت 11 تقدر تكون 11 لانوط ديالك حسن من 10 ولا 9 ديال القسم الاخر. مانتنو هذا الشيء ما ولاش يعرفوا، ولاو دابا الدراري كلشي تقريبا تيعطيهم لا شونس دالي فيغ لو كونكور سي ان سي. دونك تيقول لك الدري كانت ليليف تتوقف عليه واحد الضغط كبير. است كون بوفي سو باسي دو سا ونديو ديريكتومون لدي زيكول افيك دي كلاس بريباراتوار انتيغري، ولا ميم سون كلاس بريباراتوار انتيغري ديريكتومون دون لي سيكلس ديكسبيرتيز، وكاينين دي اكسبيريونس او ماروك اي ايور كي فون سا، ونربحو ان بروفيل. فاطمه يقرا 3 سنين سبيسياليتي، يقرا فيها 5 سنين او بلوس. كيسك فو اون ديت سي محسن؟ هو في الحقيقة شكرا سي رضوان على هذا السؤال، لأنه في الحقيقة أنا زعما كنتفكر الظروف ديال الكلاس بريباراتوار، يعني كان واحد الإرهاب النفسي الممنهج. أنا كنتذكر صراحة زعما في السوب، يعني في هذيك الفترة كان واحد عدد من الأساتذة، ماشي أستاذ واحد، كيقول لنا واحد 15 الناس في القسم راه كيجيبوا معنا الوقت، مضيعين معنا الوقت. القسم فيه 22، يعني 15 ما من الاحسن يمشيو يديروا شي حاجه. خليني ما نتكلمش زعما على يعني بعض التصرفات الاساتذه عطات حالها راسنا وعينينا، وكنعاود نكرر داكشي اللي قلتي انه نحيي زعما الاساتذه كان السيد اللي قراونا في حقيقه لهم فضل كبير علينا، وما كرهناش زعما نشوفوا شي طريقه باش نكرموهم، لان الصراحه داكشي اللي داروا راه لا يتصور في العقول وفي القلوب ديال الاطفال وكذا. غير هي زعما نقول لك في هذيك الكلاس بريباراتوار الطريقه والمنهجيه التعليميه على كل حال فيها واحد المجموعه ديال الايجابيات، ولكن فيها واحد الكثير من السلبيات. رغم الايجابيات انا اللي بغيت نتكلم عليهم هو ان فعلا هذاك زعما لي كور كي سون شارجي، داك لا شارج اوغ اللي كتكون هذه كتوجد بشكل او باخر الانسان المرحله ديال العمل. الا كان داكشي مطلوق ربما كاين نظم تعليميه اللي كتبقى غادي على خاطرك حتى كتوصل تما، لا عندك كل سيمانه دي اس يعني دوفوار سورفي عندك كذا، فكتخدم بواحد الريتم اللي كي تري تري رونفورسي. سا بو اتري اون بون شوز تيرم دو بريباراسيون، يعني كتحضير لو مارشي دو امبلوا. كاين ايجابيات زعما اللي عندها علاقه بهذاك الشيء، يعني بالتركيز على هذيك المواد العلميه، كاين لا بارتي كومونيكاسيون تاعي حاضره، كاين ليكول، كاين على كل حال كان واحد المجموعه ديال الامور اللي ممكن نعتبرها بشكل او باخر من الايجابيات. غير ما خصناش نعتبروا بان هذاك النظام سي زعما قران منزل. هذاك النظام خديناه من فرنسا بواحد الشكل وخديناه وما غيرناش فيه، خديناه بالشكل باش كديروا فرنسا. حتى الناس اللي كانوا مؤطرين ديال الكلاس بريباراتوار فواحد المرحله كانوا فرنسيين، ربما كاع واحد العدد الناس اللي دازوا فواحد المرحله كلاس بريباراتوار كيعرفوا سبيرنهاور، يعني كانوا ناس اللي جايبين واحد النظام وكيطبقوه بهذاك الشكل. الاشاره الاخرى اللي بغيت نشير لها هو النظام التعليمي في المغرب بحاله بحال النظام ربما التعليمي الفرنسي، هو نظام مزيان من واحد الناحيه لانه في تكوين واحد النخب اللي واعيه وواحد المستوى عالي مزيان، ولكن ما كيكونش واحد الطبقه المتوسطه ديال الاطر. يعني بحال كنكونوا دوك الناس
واعرين بزاف بين قوسين، اللي ممكن يمشي للعالم، يمكن يمشي لاي بلد يكون كذا. ومن بعد عندنا واحد الكتله كبيره ديال الناس اللي ما الافضل، وهذا في بزاف ديال البلدان حتى العربيه اللي عندها نظام انجلوفوني، كتركز على ديك الطبقه المتوسطه، ما كتركزش على دوك الواعرين بزاف، وما كتركزش على دوك اللي فواحد المستوى ضعيف جدا او اللي صعيب باش الاشاره. هنا اللي بغيت نقول هو انه كان في اي لحظه ومازال عندنا فرصه نعيدوا النظر في هذا الشيء، ماشي كما قلت ماشي قران منزل، نعاودوا النظر في داك الشيء. في الراي ديالي في التكوين المهندسين العلوم الانسانيه مهمه جدا، ما كنقراوش العلوم الانسانيه وهذا خطا كبير، ربما كان هذا من اهداف التعليم ديال كلاس بريباراتوار، من الاهداف ديال هذاك التعليم في واحد المرحله، هو ان خصنا نطلع واحد المهندس اللي ما عنده حتى شي وعي سياسي او نقابي او فكري او اجتماعي او اي شيء من هذا الشيء. كذلك كان واحد الهدف اني نخلق واحد الانسان عنده واحد المستوى وتركيز كبير ديال الفردانيه، كيعرف غير راسو، انديفيدواليست. وفي الكلاس بريبا كيتكرس هذا الشيء، يعني انك خصك تخدم بوحدك، تحضي ما يشوفوكش مكان. فواحد المجموعه ديال الامور اللي كتكرس في ديك المرحله اللي في رايي خطيره جدا، ماشي خطيره في التكوين العلمي ديال المهندس، ولكن خطيره في التكوين الانساني ديال المهندس، في التكوين المهندس كانسان. وانا في الراي ديالي زعما بزاف الحاجات خصها تعد فيها النظر. انا اعطي مثال، كانت عندي في حق الفرصه من بعد فاش مشيت ليكول دانجينيور، اننا كنا ساكنين في لافاك، كنكتشف واحد العالم اخر، ساكنين في لافاك، ساكنين زعما في الحي الجامعي، فبالتالي كنا كنتخالطوا مع ناس من يعني في سويسي دو في الرباط، كتخالط مع ناس اللي دايرين الحقوق، ناس اللي دايرين الادب الفرنسي، ناس اللي دايرين ما عرفتش داك الشيء. وهذاك التناقح ديال الافكار كيعطي واحد الفائده. انا علاش بغيت نشير لهذه النقطه هذه؟ لانه قبل ما كنكون مهندس راه كنكون انسان، كنكون مواطن، يكون واحد الشخص اللي خصو يخدم الايجابي، الامر الايجابي اللي كان في حقه في هذيك الفتره صراحه بالنسبه لي ربما، وحتى بالنسبه لزهير، وان احنا كنا شويه روفيكس، زعما روفيكس يعني كنديروا داك العكس ديال داك الشيء اللي كيديروه الاغلبيه. ففي كثير من الاحيان، نعطيك مثال دابا زهير، من الامور اللي كانت مشهوره عليه انه التمنيه كيكون شد الفراش على قيسن. دابا دوك الاخرين كيشكوا كيقولوا واش السيد مغطي بالغطاء ومن تحت شد الاخر الدفتر ديال الماط ولا الكتاب ديال كذا وكيقرا. انا الفتره ديال كلاس بريباراتوار كانت فتره فين تعلمت الاسبانيه، اللغه الاسبانيه تعلمتها في كلاس بريباراتوار. واحد المجموعه ديال الامور اللي كقراءات ككتابات، مثلا كتابات شعريه وكذا، كنا شاركنا في واحد المسابقه على مستوى العالم العربي في القصه القصيره وفي الشعر في هذيك الفتره ديال كلاس بريباراتوار. من الفكره اللي بغيت نقول هو انه بطبيعه الحال يعني ما ماشي بالضروره كنصح الناس اللي في بريباراتوار انهم يديروا هذا الشيء، ولكن انا في نظري النظام ديال الاقسام التحضيريه يجب اعاده النظر فيه، للتركيز على المهندس الانسان، للتركيز على المهندس المواطن، باش ماشي يرجع لنا شنو غندير انا سيدي بواحد المهندس يعني من احسن ما يكون في المستوى التقني، من احسن ما يكون في المجال العلمي، وانسانيا ضعيف او اخلاقيا مدخول، يعني عنده مشكل السيد مخلويد، او كيفكر غير في راسه، او الهدف ديالو كله في الحياه هو انه يجمع الفلوس، شنو غتستفد منه البلاد؟ واش هذا هو اللي غي يبني سميتو مثلا صناعه وطنيه؟ واش هذا هو اللي غي يساهم في الناتج الداخلي الخام؟ واش هذا هو اللي غي ياسس مقاولات؟ فزعما انا كنقول والله اعلم ان لي كلاس بريباردو ممكن تكون فرصه رائعه جدا باش نبني شخصيه المهندس قبل ان نبني يعني الكفاءات والمهارات والقدرات العلميه. شكرا بزاف الاخوه الخديسي. ومن هذه النقطه اللي قلتها سي زهير، واخا حسيت بك بان كان عندك واحد خفتي من واحد الكلمه، ماشي لانك تجرح بها الاساتذه ديالنا اللي تنحترمهم وتنقدرهم على المجهودات ديالهم، ولكن انا الا سمحتوا لي غادي نعطيك واحد القوس يخرجنا كاملين من هذا الحرج. انا منين تخرجنا انا خريج ديال المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي سنه 2006، صغير عليكم واحد شويه. في 2005 كنت دخلت للجمعيه المغربيه للمهندسين الشباب لامجي، وكنت تلاقيت مهندسين من اغلب
المؤسسات الاخرين في الوقت اللي كانوا الناس تيهضروا على انا ديال ولد ليمي وانا ولد ليان بيتي وانا ولد لين سياس وانا ولد لينيم وانا احسن من هذا وانا احسن من هذا. كانت هذه الجمعيه جمعات مهندسين من بزاف ديال المؤسسات حيت صحاب قرينا مع بعضياتنا اللي قراو ملي كنا صغارين اللي طلقوا وقلنا زعما علاش غادي يكون هذا التفاضل ما بين المهندسين زعما علاش تمام سيت كورس سيت كومبيتونس بوركو فير الوغ اون ترافاي اونسومبل. دونك كانوا معايا دي زونسيان الدراري تبارك الله تنحترمهم وتنعرفهم تنشتغلوا معاهم الى يومنا هذا. ويجيني واحد الفكره لانني كنت غادي نخدم في مراكش وانا نقول ارى نرجع للاقسام التحضيريه ديال مراكش وغادي ندير نشاط غادي ندير فيه لقاء ما بين لي طوبان اللي دات ديال كلاس بريبا وما بين لي انجينير باش او موان يجاوبوهم هاد الدراري اللي تيقرا في كلاس بريبا الا كان باغي يولي انجينير دابا حيت ولينا في كلاس بريبا عارف راسو فين غادي يمشي غادي يتخرج انجينير اسكو هذاك ليتوديون اون كلاس بريباراتوار كوني سون افونير ايتون انجينير سي كوا انجينير لا ماجوريتي قلت راه ديك الساعه ما تيفهموش لو سونس. دونك اون افي سيت جورني دو رونكونتر طوبا انجينير اون نون دو لامجي وعيط لي زامي انجينير ديجا افيك اون غروند اكسبيريونس يجيو للمدينه. كان التعاون والمساعده من الاطر الاداريه والمدير ديال المؤسسه ديال كلاس بريبا بنو تومارت في مراكش. فبي افاجئوا بشيء انا النهار ديال لاكتيفيتي ما جاوش الدراري. علاش؟ لان ذاك النهار بالضبط كانوا الاساتذه داروا لهم واحد البروغرام تي دي دي زيكزاما ودي تيست وهذا اللي ما كانوش في البروغرام باش ما يجيوش. ورجعت لبعض الاساتذه شنو لقيت فيهم بان المشكله عندهم هي ان حتى الاساتذه لي بروفيسور اغريجي اللي كانوا تيقريو كانت لو طرافاي ديالهم والفورماسيون ديالهم في لانس ليكول نورمال سوبيريور ديال الاساتذه كونسونطري على لو بروغرام مات فيزيك سيونس انجينير فرونسي كذا اي هما براسهم ما عندهمش سيت فيزيبيليتي دو فورمي كوا كو هاد السيد اسكيل فا فريمون فورمي هاد الانجينير. لقيت من بعد باسكو جلسنا معاهم وهضرنا شنو هما المشاكل لقيت بان راه لا ليتوديون عارف راسو فين غادي يمشي سي كوا ان انجينير او ميم لو بروف اللي تيقري في الكلاس بريبا ما عارفش راسو داك الانجينير لدرجه باقي تنعقل على واحد لو بروفيسور كو جو كوتوا توجور تنقولها ليه وتنضحكوا افيك تو لو ريسبي تيقول لنا واحد ليكسبرسيون اون مات لا توبوغرافي لا توبولوجي كنا تنقراوها في اف ار لا توبولوجي في ار ما غيتصلح لكم في حتى حاجه في حياتكم طونديس كو ان ديكور اسونسييل في الانسيا قبل ما تقرا لانفيرونس كانوا تيقراونا التوبولوجي الا ما قريتش التوبولوجي ما دير والو. قلت دابا شنو دابا هاد ميم مون بروفيسور تيلمون اي تي بون اكسيلون دون لا ماتيير مي ما عارف حتى شنو لو بروغرام ديال لي زيكول دانجينيور اللي تيمشيو لهاد الدراري. دونك كاين بزاف ديال المشاكل في هاد القلب اللي تيخلينا نهضروا بور فير اون كريتيك كي في افونسي لي شوز مي با بور تو ديتروير. داكشي علاش نقول لك السي محسن ما فيها حرج اننا نخوضوا في بعض النقط بحال هكا.